نجح نادي الأصايش من حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة الشرمولة الودية بكرة القدم بعد تغلبه في نصف النهائي على نادي خبات بثلاثة أهداف دون مقابل. ففي المباراة التي استضافها ملعب أوركيش بمدينة عمودة تمكن الأصايش من التأهل للنهائي بفوزه العريض بثلاثية. سجل أهداف الأصايش كل من سهيل يوسف ورستم علي وبهوز محمد، وسيقابل الأصايش في النهائي نادي أهلي عمودة الذي فاز بدوره يوم أمس على نادي الاتحاد بهدفين لهدف.